طيب، كثير من الناس عندما يأتي ويشكو موضوع اضطراب الشخصية الحدية يكون قد شاهد مادة معينة أو شكى شكوى معينة لناس، ممكن يكون حتى مختص من قال له هذا التشخيص، ويكون في كثير من الأحيان الموضوع مبالغ فيه نوعا ما، وأحيانا الموضوع يأخذ أبعاد متعلقة بتفسير الأعراض، وإنه الأعراض هذه بسبب كذا وكذا، وإنه الإنسان اللي عنده شخصية حدية بيكون بيحتاج عواطف وبيحتاج أن يتعامل معه الآخرون كذا وكذا وكذا، وهذا مما يزيد الطين بلة. كثير من الناس عندما يأخذ النصيحة من غير مكانها هذا بالعادة يزيد الطين بلة، ويزيد من المخادعات النفسية التي عادة تجعل المشكلة أكبر عمقا ويعني وأبعد عن الحل. وذلك بعض التنبيهات السريعة المتعلقة باضطراب الشخصية الحدية. أما اضطرابات الشخصية عموما، أنا لا أحب تسميات اضطرابات الشخصية لولا أن لها أسماء وضعت في فترة زمنية، والآن الباحثون في هذا المجال يميلون إلى ترك التوصيفات العامة هكذا، وإنما الإنسان عنده طباع معينة تحتاج معالجة هذه الطباع، الآن بغض النظر إيش تسميتها. إنسان عنده نوع من الانفعالية الزائدة، نوع من حب جذب الانتباه، إنسان عنده مشكلة في الشعور السلبي الزيادة في حياته، إنسان عنده مشكلة في الخوف من الفقد، توصف الأعراض كل بحسبه، مش الشخصية هي كاملة، حسب الإنسان شو الأعراض اللي عنده. لأنه كثير من الناس عنده شخصية حدية يكون مختلف عن غيري، فلان عنده شخصية حدية شكلها 1 2 3، إنسان آخر عنده شخصية حدية ولكن أعراضه أخرى 3 4 5. إذن المهم في هذا عندما نتكلم عن اضطرابات الشخصية هو النظر في ما هي الصفات المشكلة، الصفات الشخصية المشكلة. أنا والله في طبعي نوع من الانفعال الزائد، نوع من كذا نوع من كذا، فهذا يقيم بحسبه ويعالج بحسبه، ولا يلقى باللائم على الآخرين، وإنه والله الناس ما أعطوني عاطفة ولا أعطوني كذا ولا أعطوني كذا، لا يفيد أبدا في العلاج، لا يفيد. إنما ما يفيد هو معرفة ما هي الصفات الشخصية المشكلة. وفي هذا الباب أنا أنصح في مادة موجودة على اليوتيوب، مادة أنا صورتها بعنوان صفاتي الشخصية، تجدها على شكل قائمة تشغيل، موجودة على شكل قائمة تشغيل فيها عدة وصايا في هذا الباب، في موضوع الشخصية بشكل عام، معرفة صفاتك الشخصية اللي تبدأ تعالجها أولا بأول. الآن قد تكون الصفات نوعا ما، هذه الصفات الشخصية مرضية أكثر، فتحتاج استشارة مختص ليقيمها ويعالجها، ويحتاج جلسات علاجية وليست مجرد جلسة توصية عامة، فهذا أمر آخر. مع التأكيد والعلم على أن لما نتكلم عن اضطرابات الشخصية مستحيل تكون واحد عمره 20 30 سنة مثلا وبقول اضطراب الشخصية صار معي السنة الماضية، ما في هيك. اضطرابات الشخصية اضطرابات مزمنة، يعني تكون بدأت مع الإنسان منذ اليفاعة، يعني منذ المراهقة كما يسمونها، ولا تكون شيء حادث. فإذا كانت الأعراض التي تشبه أعراض اضطرابات الشخصية مثل الشعور بالفراغ، مثل الرغبة بإيذاء النفس، مثل أعراض الانفصال وغيرها، ولكنها حصلت بشكل جديد، يعني صارت على عمر 20 21 سنة 30 40 سنة حسب العمر، عندئذ نشك بتشخيصات أخرى ليس لها علاقة باضطرابات الشخصية، اضطرابات أخرى بحسب، إما اكتئاب، قلق عام، حسب ما هي الحالة، وعندئذ يحتاج الأمر تقييم وتشخيص بعد ذلك اللجوء للعلاج بحسبه. لكن أنا أحببت أن أنبه على مسألة أن التقييم والتشخيص اولا لا يكون تقمص لهذه الحاله، والله انا عندي شخصيه حديه واصير وبرر الاشياء اللي عندي، والله انا كذا لانه شخصيه حديه، والله انا لازم يتصرف معي الناس كذا لاني انا شخصيه حديه. لا، التشخيص للعلاج وليس للاحتجاج، التشخيص للعلاج وليس للاحتجاج، قاعده حلوه وعلى النسق جميل، التشخيص للعلاج وليس للاحتجاج. ثم ان التشخيص المهم فيه هو تشخيص ما هي الصفات الموجوده التي تحتاج علاج، ثم محاولة استهدافها بالعلاج. وعادة الصفات التي تسمى صفات الشخصية الحدية علاجها الأساسي ليس العلاج بالدواء، إنما بالجلسات العلاجية اللي تكون عادة جلسات أسبوعية أو كذا. ممكن الدواء يستهدف بعض الأعراض، هذا يكون بتشخيص الطبيب وبعد مقابلة الطبيب، ولا يوصف هكذا يعني برسالة صوتية أو بتعليق على الفيسبوك أو كذا، لا يمكن. مع أن الحفاظ على عوامل الصحة النفسية العامة بشكل عام، الغذاء الصحي، النوم الصحي كذا، كل هذه الأمور تساعد على ضبط كثير من الأعراض الموجودة في الشخصية الحدية. الآن مسألة أخرى نبهت إليها
متعلقة ب انه العمر كما قلت، دائما لما نتكلم عن الشخصيه سواء كانت سمات شخصيه عاديه او سمات شخصيه مشكله او صفات شخصيه مشكله اللي متعلقه بالاضطرابات الشخصيه، تكون شيء مزمن بدا من فتره اليفاعه وليس شيئا ياتي طارئا حادثا. فاذا جاء الامر طارئا حادثا فهذا شيء لا ننتبه له على انه مشكله اخرى. الان بطبيعه الحال الاضطرابات الشخصيه تكون شيء لانه مزمن ولانه بيكون تكون على 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 مدة زمنية، فكذلك علاجه يكون، والله تعالى أعلم.